السلام عليكم، مرحبا بكم في بوطوار ديال الحي المحمدي. الناس كتتقضى الاغنام ديالها وكيف ما كتهادو الاجواء ديال العيد الاضحى. حنا كنحلو على طيله السنه، يعني ضروري غتجيب شي حاجه اللي غتجيب لا كاليتي باش انك تبقى ديما محافظ على الزبناء ديالك، وحتى الزوار اللي كيجيو لاول مره انك خصك تخليهم انهم يشوفوا واحد المنتوج اللي دائما غيبقى دائما واحد الحاجه اللي كيشوفوها، اللي تبقى دائما كتاخذ الصوره والسمعه ديال المحل دائما مرتفعه الحمد لله. العام هذا شويه الاسعار شويه مطالعه شويه لانه الجوده قليله كيف ما قلت لك، والثمن ديال السرديه كيتراوح ما بين 55 درهم حتى ل 58 درهم الكيلو، وبالنسبه للبرقيه ما بين 45 درهم حتى ل 48 درهم 49 درهم على حسب الجوده وعلى حسب كل واحد والكسيبه ديالو شحال طالع. بالنسبه لهذا العام هذا والعام اللي داز، انه العام هذا شويه الثمن طالع، انه الفرق ديال 3 درهم في الكيلو لا بالنسبه للبرقيه ولا بالنسبه للسرديه. بالنسبه للرواج كيف ما كتشاهدوا معنا انه الحمد لله كاين اقبال، حتى دائما لا كونفيونس ودائما لا غارونتي عندنا، ومرحبا بالجميع. خويا الكيلو جا احسن هذا العام، المعاينه ما كايناش هذا العام، اي حاجه حطيتيها على يدك كيضربك تتنقص، كتسمع 4000 درهم 5000 درهم. وهنا ملي كتجي للكوري كتاخذ الكيلو كتاخذ الحولي زوين مليح كتتفاهم معاه وكتخلصو كتمشي لحالك، الثمن بي على كل شيء، الكوالا اللي بغيتي 40 50 60 وانت طالع على حساب جيب، كدي الحولي اللي مناسب لوليداتك والله يصدق الجميع. بالكيلو حيت عارف مولاه فهمتيني، واصلا الى الكيلو كتعرف شريتي، الا خديتي واحد حوالي تقدر تلقاه من فوق ولكن ما عارفش البوا ديالو الوزن ديالو تقدر تاخذو غلا من الكيلو فهمتيني، الوغ كله ما تاخذو بالكيلو كتشوف بعينيك وتيبقى عنده هنا حتى نهار العيد وتدي معاه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.